مساء الخير متابعي في الجول، واهلا بيكم في لايف جديد من لايف في الجول اليومي. بعد الماتشات ناقش كل اللي حصل في اليوم. يوم كان مليء بالماتشات، بدأ في الدوري المصري ونهينا الجولة السابعة بالزمالك وبيراميدز وانتصار الزمالك على بيراميدز 2-0 في استاد القاهرة اللي وحشنا اكيد يعني، وبعد كده كان في ماتشات الدوري الاوروبي. هنتكلم معاكم بشكل اكبر عن ماتش الزمالك وبيراميدز واللي حصل النهارده، ومستني كومنتاتكم. انا معاكم رامي جمال ومعاكم اسلام احمد. ازيك اسلام؟ ازيك يا رامي؟ خلينا اسالك ونبدا سريعا. ماتش الزمالك فوز ثالث على التوالي مع كارتيرون في كل البطولات، افضل انطلاقه لي مع اي فريق في مصر، وافضل انطلاقه تعتبر في مسيرته مع هذا منتخب مالي. ثلاث ماتشات على التوالي انتصار، ده مثاليه متهيألي ما يحلمش بيها في خلال تقريبا اقل من اسبوعين. اكيد طبعا، يعني النهارده كارتيرون بيحقق مكسب ثالث ليه على التوالي، وبطوله مختلفه النهارده كمان، بدايته في الدوري تعتبر هي الاصعب. انت بتلعب بيراميدز، واحد من انا اعتبر خلاص ان هم مرشحين دايما للفوز على لقب الدوري، والفريق اللي ما كانش خسر ولا مباراه زيه زي الاهلي في الدوري الموسم الحالي. لما تيجي تتفرج على المباراه، الناس كانت عندها توقعات ان كارتيرون هيدخل ان هو بيدافع الانتقام زي ما هو قال اكتر من مره قبل ماتش دي صبر كان قال قبل الماتش اكتر من مره ان هو عايز ينتقم من الزمالك، خصوصا بعد الخساره في كاس مصر. لكن النهارده يعني دي صبر ما قدمش المستوى او النتيجه اللي الناس تقدر تقول عليها ان بيراميدز فريق هيقدر ينافس بقوه على لقب الدوري. ده اللي قاله حتى هاني سعيد اللي هو المدير الرياضي بعد كده بيراميدز بعد الماتش، ان هو في اجتماع مع دي صبر بسبب ان هو الاداء بالنسبه لهم مش اداء فريق ينافس على الدوري. اكيد يعني انت برضو لما تيجي تبص لها بيراميدز 3 انتصارات 3 تعادلات هزيمه، هل ده فريق عايز ينافس على لقب الدوري؟ اكيد لا. بس غريبه الناحيه الثانيه في الكونفدراليه كان ماشي كويس، يعني مش هتكلم معاك عن ماتش نونزيبو والفوز الكبير 6-0، بس يعني كان بيروح يكسب في الجزائر او يتعادل بره ارضه. غريبه انه بره ارضه بتعمل نتائج كويسه جدا وجوه هنا لا. وغريبه ان بالنسبه لي ان كان دي صبري النهارده نازل متحفظ جدا. الزمالك يعني برغم ان الشوط الاول كان مليان ضرب وحسيته قلب على ماتش مصارعه، بس كان واضح ان الزمالك افضل، والزمالك مع مرور الوقت هيسجل، هو اللي بيهاجم، وحتى تبديلاته اتاخرت بعد جول الزمالك الاول. بص خلينا نمشي واحده واحده. يمكن دي صبر عنده ميزه ان هو مدرب درب في افريقيا، واللعيبه اللي موجوده في الزمالك عندها الخبره في المشاركه في البطولات الافريقيه، سواء عبد الله السعيد، جون انتوي، محمد فاروق، اكتر من الاسامي واغلبها لعبت مع الاهلي والزمالك في افريقيا، فبالتالي هي عندها الخبرات اللازمه ان هي تتعامل في المواقف دي في افريقيا بشكل كويس جدا. والبطوله الافريقيه الفرق اللي نافسها بيراميدز السنه دي، حتى لو هنفترض ان هو راح الجزائر وكسب، فمش نفس الفرق اللي هي بنفس قوه تشكيله والخطه بتاعت بيراميدز في الوقت الحالي. لما تيجي بقى تبص في الدوري وخصوصا مباراه النهارده، اول تلت ساعه تقريبا زي ما انت قلت حرب، مش لعب كوره، انت بتتفرج على في 22 واحد على نازلين يضربوا بعض بالظبط، فما فيش كانش فيه فنيات، ما كانش فيه اي حاجه تذكر تقدر تتفرج عليها في الماتش. حتى كان الشوط الاول يعني يعتبر سيء جدا، مشفناش فيه مثلا غير كوره او كورتين ممكن تبدا تتكلم عليهم. لكن في الشوط الثاني الامور بدات تتحول. هنا بقى في نقطه يعني يمكن انا لاحظتها، ان الزمالك سجل هدفه في الدقيقه 52، واللي هو نفس التوقيت اللي الزمالك سجل فيه الهدف في ماتش الكاس الاول. بالتالي انت بتتكلم ان بيراميدز في الماتشين اتاخر في نفس الدقيقه في بدايه الشوط الثاني بعد مرور 7 دقائق، وبالتالي هو في المرتين خسر ما قدرش يرجع في النتيجه حتى مع التغييرات او مع الافكار الفنيه اللي دي صبر حاول يعملها في الشوط الثاني. هو خسر 2 الماتش بعد خسر 3، هو ما قدرش ان هو يتعامل مع الموقف. هو قال ان عبد الله السعيد ما بدأش عشان هو لسه راجع من الاصابه، قال ان هو في جون انطوي ما رضيش يبدا بيه من الاول عشان هو كان عنده افكار تكتيكيه هجوميه افضل وكان مستني جون انطوي. انا للاسف ما شفتش في الماتشين بتاع نهائي الكاس والنهارده ما شفتش افكار هجوميه. حسيت ان بيراميدز فرقه برغم انه عنده سكواد يعتبر من اتقل السكوادز في مصر، يعني مع الاهلي والزمالك مش نازل يهاجم، ما فيش حاجه ان تبين ان ده نازل يهاجم الزمالك او عايز يجيب جون خالص. ما بنتش يعني مثلا انت شايف، انت هل دي صبر بتاع باللي قاله قبل المباراه ان انا عايز انتقم وعايز اخد بطاري من هزيمه الكاس، هل ده كان عامل ضغط على لعيبه بيراميدز؟ يعني انت شايف ان ده ضغط اللي هو اللعيبه نزلت؟ ممكن يكون ضغط على المدرب نفسه اكتر، انه ما اعرفش يعني انا حسيته نازل بيدافع اللي هو كانه كان بيدور على تعادل. لا يعني انا بقول لك انا حسيت في وقت كده ان هو ده نازل يدور على تعادل مش عايز حاجه، ما فيش حاجه. طبعا بعد التبديلين اللي عملهم بعد الجول الاول بمشاركه انطويو وعبد الله السعيد الفريق اتحسن شويه، بس برضو فضل الزمالك اخطر. يعني في الجون اللي جه بتاع نجم واللي اتحسب بعد كده تسلل، بعدين الجون الثاني بتاع ضربه الجزاء، فلا الزمالك كان برضو اخطر. يعني انا في الماتشين بصراحه دي صبري ما اقنعنيش، رغم انه اقنعني مع بيراميدز في افريقيا في الكونفدراليه، بس جوه الدوري هو مش مقنع بالنسبه لي زي ما انت قلت، النتائج حتى موضحه ده. يعني الناحيه الثانيه كارتيرون ماشي بثبات، ما
ما بيحاولش بالنسبه لي على الاقل يجود، هو لسه بيتعرف على الفرقه، بيتعرف على اللعيبه، بدا بشكل كويس، اختبار صعب بعد ماتش مازيمبي كان لازم يكسب، بعدين جه ماتش الشرقيه، كان الشرقيه متحل الاول صح، فهو عارف تحس بدا تدريجي كده الشرقيه، وكويس كمان ان كان الماتش تاني ليه في مصر بتاع دوري الابطال، فهو خد ثقه بدري جدا يعني. والفرق صح زي ما انت قلت، الفرق الاداء فيها متصاعد، اللي هو بيلعب فرق فريق درجه ثالثه، بعد كده فريق يعتبر افريقيا وفريق قوي، بس مش اكيد مش بنفس قوه بيراميدز. مع الوقت طبعا الانسجام هيزيد بين اللعيبه. كان في ميزه برضو في كارتيرون ان هو بيعتمد على اللعيبه بدون تجويد في المراكز، يعني شفنا الزمالك في الفتره الاخيره مع ميتشو بدانا نشوف ان مثلا بن شرقي ما بقاش يشارك بشكل اساسي، لو بيشارك بيشارك في مركز غير مركزه، احنا النهارده بنشوف بن شرقي بيشارك في مركز الجناح اليمين، بنشوف في مصطفى محمد بقى لو هو راس ماله اللي هو منطقه ال 18 وهو ده اهم حاجه عنده، يعني ان هو لما بيخرج بره ما بيقدمش حاجه، بس لما بيخرج بره بيعمل خطوره، بيعمل عرضيات، بيعمل فرص. حتى الزمالك العرضيه الوحيده، يعني الزمالك ليه اربع عرضيات صحيحه فقط من اكتر تقريبا من 20 عرضيه، اربعه منهم اول عرضيه صح في ال 18 هي اللي جت مش من جت من مصطفى، هي عرضيه الهدف، ومن قبلها ما كانش فيه ولا عرضيه صح، لان مصطفى محمد ما كانش جوه ال 18، كان واحد من اللي هو بيلعب. قاله مصطفى كمان بعد الماتش، قال انه كارتيرون قال له خليك جوه ال 18، عارف انك بتحب الموضوع ده، وهو قال له انا بحب اتواجد جوه ال 18 اكتر، والعرضيات قال له هنعتمد عليك كتير في الموضوع ده، فاعتقد الموضوع كان فارق، وجاب جول حلو جدا شبه جول عمرو زكي زي ما كل الناس قالت بعد الماتش امبي. خلينا ناخد معاك الكومنتات الاول. كريم الفار بيقول الزمالك كل ماتش افضل. بعدين احمد عمرو، كل الناس، طيب في ناس كتير بتسال عن كهربا، فهنرجع نقول لكم موضوع كهربا بس هنخلص ماتش الزمالك الاول. عمرو محمد بيقول ميعاد قرعه دور 16 من دوري ابطال اوروبا امتى؟ يوم الاثنين الجاي يوم 16 ديسمبر، القرعه بتاع دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي. احمد محمود بيسال عن مصطفى محمد. ابراهيم رازق بيقول ممكن تكون بدايه جديده للزمالك واتمنى استمرار المنافسه في الدوري، وعايز يتكلم كمان عن ماتش مانشستر. يا ابراهيم الحمد لله كسبنا، الحمد لله الحمد لله في 10 دقايق وعملنا كل حاجه. فنكمل تاني. احمد بيقول هل كارتيرون كان ليه بصمه اليوم؟ في تاني خالد شيكو بيقول كارتيرون منظم الفريق كويس جدا حتى الان، بس الخوف من اللعيبه لحسن عشان ان هي بتثبت نفسها للجمهور بس، وبعد كده خلاص ان هو زي انت عارف اللعيبه لما بتيجي المدرب جديد يثبتوا نفسهم بعد كده يكملوا. ده دور كارتيرون بقى ان هو يقدر يحافظ على نفس النسق دوت بشكل مرتفع، الفريق يبدا اداؤه يتصاعد ما يقفش عند النقطه ديت، مستواه يبدا يقل. احنا شفنا ميتشو مع الزمالك عمل بدايه كويسه جدا في الكاس وكسب بيراميدز، ومن بعد بيراميدز الفريق بدا يقع، فدي برده هتبقى نقطه مفصليه لكارتيرون مع الزمالك، هل الفريق هيكمل على نفس الاسلوب؟ انت عندك الضغط في شهر 12 تقريبا خمس او ست ماتشات للزمالك الفتره اللي جايه، هو كل ده هيشوف بقى كارتيرون هيكون ده بقى الاسلوب الحقيقي اللي هيبدا يظهر بيه، واللي الوجه اللي هيظهر بيه نادي الزمالك وجمهوره. تمام. طبعا كل الناس بتسال عن الانتقادات اللي اتقالت لمصطفى محمد، وانه الرهان بتاع كابتن احمد بلال على موضوع 200 جنيه وان هو مش هيسجل النهارده، انت ايه رايك في مصطفى النهارده؟ يعني مصطفى محمد بص، يعني هو لا خلاف ان هو واحد من الاسامي اللي احنا كلنا متوقعين ان هي تكون رقم واحد في هجوم منتخب مصر في السنين اللي جايه، يعني احنا طبعا عانينا كتير ما عندناش حد بشكل قوي يقدر يأدي في المركز ده، احنا بنقول صلاح محسن، احمد ياسر، ريان، بس هو مصطفى محمد هو التوب او هو اعلى واحد فيهم مع الاحترام طبعا لكل الاسماء اللي موجوده. لكن لما تيجي تبص هو كابتن احمد بلال ممكن هو الراجل كان مهاجم وهو هداف، فهو ليه وجهه نظر مثلا، ومصطفى محمد لسه صغير، يعني انت لما تيجي تحكم على لاعب عنده 21 22 سنه هو لسه قدامه كتير عشان يبدا يتعلم من غلطاته ويبدا يمر بتجارب كتير نبدا نشوفه فيها. مصطفى محمد مثلا ما سجلش في اربع مباريات ورا بعض، مش ده معناه ان مثلا ان هو بقى وحش او ان هو بقى مستواه بيتراجع، لا ده يعني انت اربع ماتشات ما عادش موسم كامل مثلا ما بيسجلش. بس انا شفت اللقاء بتاع كابتن احمد بلال قبل ما نطلع اللايف، يعني فهو كان بيقول انه بيبرر في الاول يعني انه الضغط الكبير على من الجمهور عليه هيخليه يقع، دي ممكن تكون وجهه نظره، بس في رايي ان هو ما وفقش في حته الرهان. يعني كان ممكن تدعمه بشكل افضل، انه فعلا مصطفى موهبه كلنا منتظرينها، يعني اعتقد في المنتخب الاولمبي كان هو رمضان صبحي، مش موضوع اهل وزمالك بس، هم فعلا الاثنين اللي كانوا تحس ان هم فاهم قائد جوه الملعب، الاثنين ما بيستسلموش، الاثنين بيحاربوا على كل كوره. مصطفى من اللعيبه بيفكرني جدا بعمرو زكي، ما بيستسلمش، عقليته واضح ان هي قويه جدا، فدي حاجه مميزه فيه يعني. فده في رايي ان الرهان الحته دي تحديدا
كانش فيها توفيق تماما يعني. لا يعني بص، هي طبعا هو كل واحد وليه الحريه الشخصيه، وهو كابتن احمد بلال وده رايه او وجهه نظره، لان هو حتى مش اول مره يقول هو شايف ان هو مصطفى محمد كان ليه اراء قبل كده، ان مش مصطفى محمد اللي هو المهاجم اللي هو شايفه ان هو مثلا الافضل زي ما الناس في بعض الناس متوقعه، لكن لما تيجي تبص لها لا، مصطفى محمد دمه كتير، وهو اللي يقدر يثبت لكابتن احمد بلال ولاي حد لو هو شايف ان مصطفى محمد ده مثلا واخد اكبر من حجمه زي ما في ناس ممكن تكون شايفه، لا فانا اقدر ادي واقدر انافس واقدر اسجل واكون مهاجم منتخب مصر الاول واكون الاحسن كمان. تمام، خلينا ناخد كومنتات تاني. الناس كلها بتتكلم على احتفال طبعا مصطفى. بعد كده في محمد تميم بيقول قبل ما نتكلم عن كابتن احمد بلال وضحوا الراجل قال ايه بالظبط، اعتقد وضحت من قبل حتى والله ما اقرا الكومنت بتاعك. فبعدين طيب كل الناس، ناس تانية بتسأل على الفانتازي. الفانتازي كان فيه سحب من يومين والله، واتعمل سحب وفي فيديو موجود على الصفحه بتاع في الجول، وفي الناس جت استلمت البلاي ستيشن بتاعها اوريدي، وهيكون في الماتشات الجايه فعلا توقعات تانية وسحب تاني، بس تقدروا تشوفوا فعلا السحب تم من يومين. طيب خليني بعد كده اتكلم معاك، انه الناس بتسال عن كهربا. كهربا احنا اخر حاجه عندنا في الجول ان هو كان المفروض ممكن يكون في اعلان النهارده، بعدين اتاخرت كل حاجه بسبب في لسه في مستندات ما كملتش. كهربا شايفه اضافه للاهلي ولا ايه اللي هيضيف؟ كهربا طبعا ما فيش خلاف على امكانياته، بس قصدي ايه اللي هيضيفه للاهلي تحديدا؟ ايه اللي هيضيفه للاهلي تحديدا؟ بص، كهربا يمكن عنده ميزه يعني قويه جدا في حته ان هو بيعرف يلعب على الخط، عنده المهاره كبيره جدا، عنده القدره على الصناعه والتسجيل عاليه جدا، كل ده يقدر يفيد الاهلي في الوقت اللي مثلا لو الاهلي في ماتشات بتبقى زي ما تقول مع اقربه، لا فهو يقدر يتعامل في المواقف اللي زي دي. طبيعي بقى كهربا، وان في ناس بتشوف ان هو لعيب مزاجي شويه، ده في بعض الاراء، لا هو مثلا في الاهلي الوضع هيبقى مختلف، في التزامات فنيه وتكتيكيه من المدير الفني، فكل ده هيصطدم بيه، كل ده هيكون هيساعده ان هو يتطور بشكل اكبر. طب هو هيلعب مكان مين؟ لو هيلعب كجناح هيخش مكان رمضان ولا مكان حسين ولا تعتقد من اللي شفته مع فايلر ولا هيلعبه مهاجم وهمي؟ يعني دايما فايلر كان بيتكلم ان هو بيحب المهاجم اللي بينقل الكوره، ينزل يبقى محطه ويستلم وسريع وبيشوط، فده بينطبق على كهربا، نفس مواصفات كهربا اللي هي اجاي حاليا. تمام، هيلعب مهاجم وهمي ولا هيروح جناح؟ ولو جناح مكان مين؟ بص، خلينا لو قلنا مثلا ان كهربا يقدر يلعب مكان رمضان، احنا هنفترض ان رمضان خلاص الاهلي مش هيتعاقد معاه وان هو هيمشي يرجع لهدفيلد تاني مره تانية، فبالتالي هو خلاص كهربا بقى صفقه مستقبليه، انت عندك 6 شهور بيبدا بس يتاقلم مع الفريق، فكهربا يقدر يلعب مكان رمضان في نفس المكان، يقدر يلعب كمهاجم وهمي زي ما كان هيكتور كوبر بيعتمد عليه في منتخب مصر في ماتشات كتير. ما انا بسالك على بس حاجه، مش هو المهاجم اللي تقدر مثلا تعتمد عليه ان هو هيجيب لك اهداف وهيخلص لك مباريات؟ ما هو كهربا مهاجم وهمي ما نفعتش مع منتخب مصر، هل طريقه فايلر تساعده اكتر ووجود لعيبه حواليه سريعه تساعده اكتر؟ ليه بقى ممكن تساعده؟ ليه كهربا مثلا ما تيجي تبص مع منتخب مصر المباريات اللي هو كان بيلعب فيها، احنا ما بنوصلش غير على الجون مثلا غير مره او مرتين طول الماتش، فبالتالي لا، طب ما انا ممكن لما كهربا مع عدد الفرص الزياده، لا بالعكس، ده انا الكهرباء مثلا يبقى عنده قدامه 3 او 4 فرص، لو سجل منها واحده او اثنين هيبقى هداف، او هيبقى يقدر ياخد المركز ده. كهرباء يقدر يلعب في مركز رقم 10، كهرباء ممكن يلعب كجناح ايسر مكان رمضان، ورمضان يقدر يلعب رقم 10، حسين الشحات يقدر يلعب برده رقم 10، وكهرباء يلعب جناح يمين. فانت عندك ميزه في الاهلي في الفتره ديت ان كل الناس اللي في الشق الهجومي، حتى اجاي اللي هنا الاهلي بيعتمد عليه كمهاجم صريح في الوقت الحالي، برده بيقدر يلعب جناح ويقدر يلعب في المهاجم ثاني ويقدر يلعب رقم 10. فانت كل ده في ميزة عند فايلر، في اختيارات فنية كتير الاهلي ممكن يعتمد عليها، وخيارات فنية اولا انت مش هتصطدم بحتة الارهاق البدني من توالي المباريات، فبالتالي هيبقى عندك الفرصة في انك تختار اكتر من اسم وتبدأ بكذا تشكيل، يعني هيبقى الفترة الجاية يبقى فكرة ان انت تتوقع تشكيل الاهلي قبل الماتش هتبقى صعبة شوية، لما تيجي تبص على الاسامي اللي موجودة في الناحية الامامية، خصوصا لو كمان الاهلي جاب مهاجم اساسي في شهر يناير، فلما تيجي تبص لها لا، كهرباء اضافة فنية قوية جدا، هو بس محتاج التركيز بشكل اكبر ان هو يفهم افكار وخطط فايلر، ان فايلر من المدربين اللي عايز ان اللعيب اللي موجود في الملعب لازم يفهم فكره عشان يلعب فكره. عشان كده احنا مثلا في لعيبه احنا بنشوفها بره القايمه تماما، وهو قال قبل كده قال لك اللعيبه ديت عشان مش بتقدم اللي انا عايزه او ما عندهاش الاسلوب اللي تقدر تفيدني بيه في الارض أعتقد الملعب. كمان في حاجه اسلامه اضيفها على كلامك، انه ميزه ان الاهلي عنده اكتر من لعيبه بتلعب في كل المراكز الهجوميه، جناح يمين جناح شمال، ممكن صانع العاب او مهاجم وهمي، ده هيتعب اي خصم للاهلي. يعني احنا بنشوف فايلر بيعمل حركه من اول ما جه رمضان، بيبدا في الوينج الشمال ناحيه الشمال، فجاه بيروح يمين وحسين بينقل يمين شمال، وقفش احيانا بينقل يمين شمال، وحسين تلاقيه في النص وليد سليمان، ده هيبقى مرهق لاي خصم مش عارف مين هيلعب فين، خاصه لو فريق قرر او مدرب قرر انه يعمل رقابه فرديه مثلا على رمضان، مظبوط، فمين هيروح فين؟ فاهم الموضوع مرهق، بس
في رايي برضو اللي بنقوله كل مره، الاهلي لازم يعالج الناحيه الدفاعيه اكتر، لانه لو حد فعلا مهاجم سريع زي ماتش النجم الساحلي قدر يضرب الاهلي فالموضوع هيبقى صعب جدا. يعني في الدوري اعتقد الاهلي مش هيواجه صعوبه كبيره، ممكن الا قدام الزمالك او بيراميدز، ممكن فرق قويه تانية، لكن في افريقيا الموضوع هيبقى اصعب، خاصه لو تاهل وراح الادوار الجايه فالموضوع هيبقى اصعب عليه في الدفاع. صح لا مظبوط صح، يعني بس هي مشكله الاهلي من بعد اصابه حمدي فتحي حته الارتكاز الدفاعي، فالاهلي بيلعب تقريبا يعني بيتكلم ان مثلا في 4-1-4-1 اللي هو بيبقى السوليه وقدامه قفشه ووليد سليمان، وممكن قفشه هو اللي بيرجع لورا بيزيد بيرجع جنب السوليه. لكن هي بس الحته ديت لو في لعيب موجود زي ديانج مثلا يقدر يقدم الادوار الدفاعيه، او عوده حسام عاشور اللي هو يبدا يؤدي الادوار ديت، فاعتقد ان مش هيبقى في مشكله في الاهلي على الناحيه الدفاعيه اللي انت كنت بتتكلم فيها. لكن في الوقت الحالي بما ان في الدوري فاغلب الانديه قدام الاهلي والزمالك عموما وبيراميدز حتى بتلجا للدفاع، فبالتالي ما بقاش في بقى، انت عارف ان الاهلي نازل بيضغط الفريق الخصم لغايه نص ملعبه، يمكن انت بتشوف ممكن اخر مدافع موجود عند دايره السنتر اصلا يعني، فبالتالي ممكن دي ما تبقاش صعوبه في الدوري، هتكون صعوبه في بطولات افريقيا زي ما انت قلت. تمام، خلينا ناخد معاك كومنت تاني وبعدين ممكن نتكلم مره كمان عن الدوري الاوروبي سريعا. في محمد تمين كان بيقول انا مبسوط من الراجل ابو نضاره اسلام. شكرا اسلام. محمد ديو برضو بيسال جوائز الفانتزي، والله اسلام اتسلمت كلها تماما في الفيديو موجود. تابعوا يا جماعه الفيديوهات على الـ على الـ على البيج كل بشكل دوري، هتلاقوا دايما ان احنا بنسلم الجوائز بشكل دوري، يعني بنعلن عنها وفي نفس الوقت بنسلم الجوائز وبالفيديو كمان عشان نثبت الحاله عشان الناس تبقى متاكده ان مفيش فيه اي يعني خلاف او اي حاجه فيها مشاكل. تمام. بعدين عادل مكي بيقول لك هل الزمالك قادر على المنافسه الافريقيه؟ هل الزمالك قادر على المنافسه الافريقيه؟ لا الزمالك قادر طبعا، يعني انت بتتكلم على بطل الكونفدراليه فطبيعي جدا ان الفريق معمول له حساب. الزمالك هو الاقرب في وجهه نظري مع مازيمبي للتاهل لدور الثمانيه. اعتقد لسه في شهرين كمان على الماتش الثالث ف لا لا مش شهرين، هو احنا في الماتش الثالث ان شاء الله في اخر السنه، وتقريبا عشان البطوله الافريقيا للمحليين فتم الماتشات اللي اتعاد جدولتها، فبالتالي الزمالك في لغايه شهر 2 تقريبا او اخر يناير هنشوف عنده 4 ماتشات في افريقيا. فالزمالك مع الحاله الفنيه لو استمر بيها في الفتره الحاليه فاعتقد ان احنا هنشوف الزمالك في دور الثمانيه بشكل طبيعي جدا، يمكن هي بس خساره من مازيمبي اللي كانت عملت ازمه للزمالك، لكن بعد كده لا اعتقد ان الزمالك سهل جدا انه يتاهل، يعني لو قدر يحقق نتيجه ايجابيه قدام سيسكو في زامبيا اعتقد ان هو يقدر يتاهل بسهوله. تمام. عصام مدحت بيقول اخبار الصفقات الدفاعيه للاهلي هل من جديد؟ لا لسه ما فيش جديد على اي حاجه خالص، اما يكون في جديد بنعمل عنها في الجول وبنتكلم كمان عنها في اللايف زي ما اتكلمنا من شويه عن كهربا اللي هو لسه موقع، يعني لسه في انتظار الاعلان الرسمي من الاهلي، بس ما فيش حاجه بتفصلنا عن كده غير الاعلان الرسمي من نادي الاهلي نفسه. عادل برضه بيسال قناه الزمالك اخبارها ايه؟ ما فيش جديد والله، ما حدش يعرف حاجه عن قناه الزمالك فعلا يعني. طيب في حد بيسال عشان نقاط الاسماعيلي، بيقول نقاط الاسماعيلي اضافت في الفانتزي، اضافت كله اضاف، تقدر تشوف انت عملت ايه الجوله دي وتعمل انتقالاتك كمان للجوله الجديده اللي هي الثامنه اللي هتبدا بدايه من يوم الاحد الجاي. خلينا نخش معاك سريعا بقى في ماتشات الدوري الاوروبي. مانشستر يونايتد كسب 4-0 الحمد لله تاني، 4-0 في 10 دقائق. الناحيه الثانيه ولفرهامبتون بيتاهل بالصداره، بشكتاش وبيودع طبعا مع محمد النني ودع من قبل كده، محمد النني بشكتاش خسر 4-0 11 دقيقة بس يا جماعة. يعني خلينا كده نبص سريعا، اكلمك سريعا عن مانشستر يونايتد عشان عنده ماتش مع ايفرتون، الناس اللي طلبت نتكلم عن مانشستر. مانشستر هل اللي هو فيه ده استفاقة سريعة وهيرجع تاني؟ ان شاء الله لا. ولا هو بدأ فعلا سولشاير يلاقي نفسه ويلاقي الفريق؟ بص انا يعني انا هجاوب اجابة صغيرة وهسيب لك انت بقى الباقي بما انك انت راجل مانشستراوي. بص انا بالنسبة لي نفس الفتره ديت هي نفس الفتره اللي مشي فيها مورينيو السنه اللي فاتت تقريبا، يعني مشي في ديسمبر السنه اللي فاتت بالظبط. مانشستر يونايتد الكيرف بتاعه بدا يطلع في الوقت اللي كان مورينيو مشي فيه، وسولشاير كان جه تقريبا مانشستر كسب باكتر من 10 ماتشات ورا بعض تقريبا، او يعني لحد ماتش باريس. تمام، فاحنا بنتكلم ان مانشستر يونايتد نفس الفتره ديت هي نفس الفتره اللي بيعدي عليها مانشستر يونايتد السنه اللي فاتت، وفي نفس الوقت سولشاير كان من اسبوعين الناس بتتكلم ان لو خسر من توتنهام هيكون مورينيو هو السبب في اقالته. لا هو كسب توتنهام، كسب مانشستر سيتي، فانت بتتكلم ان انت تكسب جوارديولا ومورينيو في 3 ايام، فده ده عجوبه، فاهم؟ امنت بالله حرفيا يعني. فلما فبالنسبه لي انا بقى، انت شايف ايه الفرق ما بين مانشستر يونايتد؟ يعني هل الفريق ليه بيعرف يقدم نتائج كويسه جدا قدام الفرق الكبيره وبيعاني قدام الفرق الصغيره؟ بص انا مؤمن وقلتها، كنا قلناها برده في لايف قبل كده، كان اعتقد مع زميلي نادر،
انه مانشستر بيعاني قدام الفرق الصغيره عشان تمسك الكوره. هو بيبقى عايز يلعب على المرتدات ويستغل سرعه دانيال جيمس وراشفورد ومارسيال مع وجود لعيبه كمان من النص بتقدم الدعم زي اندرس بريرا او فريد او كده. هو بيعاني لما الفرق بتتكتل قدامه دفاعين زي نيوكاسل مثلا اللي هي الفرق اللي بتلعب على المرتده زي مانشستر ما عايز يلعب. تمام. فدي مشكله كبيره. هو الاختبار فعلا هيكون قدام ايفرتون، هل الثلاث ماتشات على التوالي المكسب ده كان استفاقه كده سريعه وحماس ولا لا؟ فقدام ايفرتون ده هيبان. ايفرتون دلوقتي بيستفيق تاني ماتش مع التوالي مع دانكن فيرجسون اللي هو المدرب المؤقت بتاعه بعد اقاله ماركو سيلفا. حاليا الفريق النهارده مثلا في الشوط الاول كان سيء جدا جدا، بيلعب الشباب معهم اشليونج وماتا وماتتش اللي رجع بعد تقريبا 60 70 يوم شهرين يعني لانه يلعب، وفجاه في 10 دقائق كل حاجه اتحولت، جون في الثاني في الثالث في الرابع جون بمعدل كل دقيقتين ونص ثلاثه. هو ان الحاجه المبشره الوحيده في الماتش شويه هو جرينوود المهاجم اللي بيجيب جونين، فاصغر مهاجم بيجيب لمانشستر جونين في ماتش اوروبي كمان. هو مهاجم كويس بيلعب برجليه الاثنين هيدر كل حاجه. فهل حتى بره في ناس يعني طبعا شايف ده مبالغه لسه عنده 18 سنه، بس ناس بتقول ده شبه بدايات فان بيرسي، بس لسه بدري علشان يبقى زي فان بيرسي اكيد يعني. بس ما شاء الله في انجلترا بيحكموا على اللعيبه من بدري قوي فبتشوف التوقعات عاليه قوي، فبالتالي بتصطدم بيها ان الكيرف بينزل يعني. بس فالموضوع لازم ان هو هل هيثبتوا على كده ولا هل دانيال جيمس هيفضل نفس القوه؟ مارسيال راشفورد بيلعب حلو جدا لما مارسيال بيلعب، تمام بيفضي له مساحات وبيلعبه كويس جدا، لما مارسيال ما بيلعبش راشفورد بيعاني. يعني نشتريه في الفانتسي؟ لا لا خليهم كويسين كده. ففعلا لا يعني، وحتى لما ارقام راشفورد بتتحسن لما مارسيال بيبقى في الملعب، حتى لو مارسيال مش هيجيب جوان بس راشفورد فعلا بيبقى واخد حريه متفاهم جدا مع مارسيال فالموضوع بيبقى اسهل عليه. انما وكمان الدفاع اللي قدامه بيبتدي يبص الاثنين مش بيبص لراشفورد بس. بس هو الحكم فعلا هيبقى في الماتشات الجايه بقى، خلاص انت دخل على البوكسنج داي ماتشات كاس ماتشات مش عارف ايه، خلاص التاهل الاوروبي حسمه بنجاح تصداره ما خسرتش غير ماتش واحد وما كانش مؤثر 100% يعني انت كنت اتاهلت كده كده من الجوله الرابعه. فلسه هنشوف قدام ايفرتون هل هيتحسنوا ولا. طب انت شايف مين بقى يبقى مدرب ارسنال الجاي؟ معتز ممكن لو قلت هي يعني معتز ميلنا قلت عشان هو مش عايز انشيلوتي، بس انا شايف انشيلوتي كويس، بس انشيلوتي مشكلته مع الاداره فعلا لان هو بيسمع كلام الاداره، فارسنال نادي الاداره بتاعته هي اللي مسيطره، فلو جه مدرب بيسمع كلام الاداره فعلا هتبقى فيه مشكله، لان هو اصلا فيه مشكله في ارسنال ومانشستر، مشكلتهم الاثنين الاساسيه قبل الفنيات في الملعب مشكلتهم الاثنين في الاداره فوق. فالناحيه الثانيه في أليجري، بس هل أليجري هيوافق؟ بص دايما أليجري كان قال ان هو قبل كده ان انا هدرب مع بدايه السنه الجايه، هو بياخد كورسات انجليش في ميلانو بالزبط. بس هو قال ان هو يبدا عشان كورسات الانجليش دي تحديدا بقول لك. فمين في انجلترا مرشح انه يبقى موجود؟ يورجن كلوب هيكمل، جوارديولا هيكمل يعني ممكن بشكل كبير اعتقد الا لو جوارديولا عمل مفاجاه. الناحيه الثانيه في سولشاير هل هيكمل ولا لا؟ طبعا بالنسبه للوضع الحالي هو مكمل، مفيش غير ارسنال هو اللي متاح، وتوتنهام جاب مورينيو فخلاص مفيش حد تاني يعني، فهو مفيش غير ارسنال. فهل كورسات الانجليش دي الارسنال؟ هل بقى الصفقات الحاجات شغلانه ارسنال فعلا حاليا صعبه جدا، الفريق محتاج تدعيمات كتير، الفريق محتاج شغل كتير، اللعيبه اللي موجوده في الملعب عايزه شغل كتير. ارسنال النهارده برده كان بيلعب قدام ستاندرد ليج وبرده متاخر بجونين، رجع بس هو كان متاخر وبيعاني صح. ففي مشكله كبيره في ارسنال، فالمدرب الجاي ايا يكن مين يعني لو جوارديولا شخصيا هيبقى مهمته صعبه جدا، لازم حد يعرف يعني من الاخر يتخانق مع الاداره بس. تمام بس ناخد كومنتات اخر مره بقى قبل ما نقفل. ف بعد كده محمد الجندي بيقول يا ريت الزمالك يلعب زي النهارده في كل المباريات. حسام حسن رمضان بيقول الدوري الانجليزي تقريبا لليفربول لان سيتي السنه دي وحش مش عارف المشكله فين. محمد بيبو بيقول ينفع اشتغل معاكم؟ والله انت ناس محترم، والله انت المحترم تنورنا. صفقات تشيلسي عبد الحميد لسه ما فيش، بس في يعني مجرد انباء بس كده يعني، في اهتمام بجادون سانشو زي ما كل الانديه الاخبار بتربطه بمانشستر بليفربول فنجم بروسيا دورتموند، لكن لسه ما فيش تاكيد. بعد كده خلاص في عادل بيقول عادل خاطر بيسال هل عبد الله السعيد في الزمالك؟ لسه برده ما فيش انباء، واعتقد عبد الله من ركاز الاساسيه في بيراميدز، فلو في حاجه برده اكيد هتلاقيها ان شاء الله على في الجول. يعني شكرا لكم، سهرناكم وان شاء الله نلتقيكم في لايف جديد. شكرا لك يا اسلام. شكرا يا رب. شكرا لكم، وتستنونا ان شاء الله في لايف جديد من لايف في الجول. شكرا، صباح الخير.